سجل الاقتصاد الوطني نتائج إيجابية على مستوى المبادلات التجارية إثر تحسن نسبة صادرات البلاد بأكثر من 20% منذ بداية السنة الحالية وإلى موفى جويلية الفارط، ما ساهم في تحقيق تعديل نوعي لكفتي الميزان التجاري، وذلك وفق رئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات شهاب بن أحمد. سنة 2021 معناها وقع تسجيل انتعاش على مستوى الصادرات التونسية. بالنسبة للسبع أشهر الأولى لسنة 2021 فما زيادة بنسبة 23% مقارنة بسنة 2020 لتبلغ معناها 26,430 مليون دينار مقابل 21,496 مليون دينار بالنسبة لسنة 2020. تحسن على مستوى صادرات البلاد جاء نتيجة للانتعاشة التي شهدتها القطاعات التي تثقل معدلاتها كفة التصدير، وأولها الصناعات الميكانيكية والكهربائية التي تمثل 40% من جملة صادرات البلاد سجلت تحسنا ب 34%، كما حقق قطاع النسيج والجلود الذي يمثل 20% من حجم الصادرات حقق تطورا بأكثر من 20%. أما على مستوى الصناعات الغذائية التي تحتل المرتبة الثالثة في كفة التصدير فقد تقلص إجمالي صادراتها نتيجة تراجع إنتاج زيت الزيتون. سنة 2020 إنتاج متاعنا وصل لحدود 440 ألف طرناطة، سنة 2021 تراجع الرقم هذايا ونزل في حدود 140 ألف طرناطة، اللي يخلي على مستوى التصدير متاعنا انقصنا في مخزن زيت الزيتون في حدود 27.5%. يعني تشوف زيت الزيتون أثر إجمالا على مستوى نحكي التصدير في مخزن الصناعات الغذائية 27%، ولكن إجمالا الصناعات الغذائية متاعنا نقصت بنسبة 9.4%. ورغم تراجع معدلات تصدير زيت الزيتون خلال السنة الحالية إلا أن هذا المنتوج اكتسح أسواقا خارجية جديدة وسجل مؤشرات إيجابية على مستوى ترويج الزيت المعلب. كنا نوجه ونصدر زيت الزيتون لخمسين سوق، السنة فما زيادة ب 13 سوق جديدة، نمشيو لأمريكا، نمشيو لآسيا، معناها العديد من الدول. زيت الزيتون السائب كان يمثل 88% السنة 2021 ولا 81%، معناها المعلب تعدى من 12% إلى حدود 19%. وتعرف مش كما نبيعوا زيت زيتون سائب كما نبيعوا مع معلب لأنه فيه مفرض على روجوتي. وقد ساهم تحسن حجم التصدير في تغطية واردات البلاد ب 1.2% فقط، لأنه بالتوازي مع ارتفاع حجم الصادرات ما زالت كفة الواردات هي الأثقل بعد أن سجلت زيادة ب 21% خلال سنة 21 و2000.